اوكي بعتقد عرفتوا وين هيدي البنايه على الرينج. لكل يلي عم بيسال مين زينا ولو انا هو المهندس والفنان جاد الخوري. اهلا وسهلا فيك. أهلا جاد. عندك معرض هلا غريب من نوعه، مثل ما تم التنفيذ هالبنايه كمان تم تنفيذ المعرض بشكل كثير غريب، انت والمخرج محمد ماضي. بونجور محمد. بونجور. اول شيء للي ما كانوا يعرفوا مين يلي عمل هالشيء بالبنايه هلا عرفوا، يعني ما بقى فينا نخبي. انت نزلت بالرابيل، تعلمت اصلا تعمل رابيل خصوصي كرمال هذا البروجي، وعلقت الحبال واشتغلت من دون اذن، من دون شور ولا دستور يعني. وكوزانك يلي كان ناطر بس اذا طبوا الدرك ما تكمل. اوكي عيب ولو انا قلت تفضح شيء ما لازم يقطع. من وراء هيدي البنايه اجت فكره المعرض، صح؟ لا يلا تفضل. المعرض بالأسوتي فرنسي أول شيء بكرة راح يكون فيه هو عم يحكي عن psychological process كل لبناني مجبور يقطع فيه تيقدر يعيش بهذا البلد. أول مرحلة هي الهروب، وكل مرحلة من المراحل ممثلة بأوربن أرت بروجكت عملته ببيروت. فأول مرحلة هي الهروب، عم بحكي عن سينجل مان، هو شخص دايما برسمه بقلب سيركل، عايش كاركتير دايما موجود بكل اللوحات تبع الهروب. ايه مزبوط، بيكون دايما لحاله، المجتمع بمال وهو بمال، يعني برسم عجقة ناس وهو دايما لحاله. هون عم شوف هالبنايه بالحمراء اللي بتمثل سينجل مان، واقف لحاله على السطح فوق، وعجقه العالم هي اللي مرسومه على البنايه. رجع بس زهق من وقفته لحاله، هاجر، راح على الكويت. هون بالكويت لابس دشداشه وواقف بين الناس عم بجرب يفوت بمجتمع جديد، عم بجرب ينخرط، يعني عم بجرب ينخرط. فسينجل مان بيمثل اكثريه الشباب بلبنان اللي بيتعبوا بيهاجروا بيهربوا. هلا من بعد ما راح على الكويت، بس هذا الكاركتر عملته بالكويت وهو يمكن ما بيشبه الشعب الكويتي اكثر، هو مثل اللبناني. صحيح، هو لبناني وتعب وهاجر على الكويت. صحيح. هلا لاحظ بالكويت انه ما في مجتمع بيرفكت، وين ما يروح في اشياء عاطله وفي اشياء منيحه. بيقوم بيروح على فرنسا، فقرر يرجع على بيروت ويواجه المشاكل بدل ما يهرب منه. وهون ثاني فيز من الاكسبو اللي راح نشوفها بكره، اللي هي المواجهه. طيب نحن هلا الصور اللي كنا عم نشوفها هي جداريات على مباني رسمها، هي ذاتها او نفس الكونسبت رح نشوفه مرسوم على ورق بالمعرض. مظبوط. شوي بالمعرض كل، يعني انا بعتقد الواحد لتوصلي له مساج لازم تستعملي كذا تكنيك، قد ما تستعملي تكنيكس بتسهلي على الشخص يلقط المساج، لانه في ناس بتعني لها اكثر الفوتوغرافي، في ناس اكثر بحبوا البينتينجز، في ناس بحبوا الفيديو. فكرمال هيك رح يكون في كذا تكنيك بالمعرض. اوكي هيدا ثاني فاز. ثالث فاز هي تاني فاز بس هي وور بيس، الفيديو اللي شفناه من شوي اللي هو ما كان فيه للفيديو. اوكي صح. اوكي هلا هون بيجي دورك محمد. مزبوط. المعرض مقسوم 2، جهه اخذها جاد وانت الجهه الثانيه اللي هي فيديو. صح. قررت انك يكون في كونكشن بيناتكم، يعني بين شغلك وشغله، شو عملت؟ مزبوط. بس بلش جاد يشتغل على المعرض، قال لي انه في عنده سبيس وحابب يعمل شيء ارت انستليشن، فيديو انستليشن، وقال لي انت يو ار فري تو دو وات ايفر يو وونت، مش انه انت حر تعمل بدك، مش انه لازم اعمل شيء ريليتد لشغله. بس في كاركتر انا كثير حبيته، هو السنجل مان اللي كان عم بيحكي عنه، الهروب. هو الهروب. مزبوط. وهذا السنجل مان قرر ينزل على بيروت ليكتشف بيروت، وبس لنزل وقت الانتخابات، فرح يقدر يشوف بيروت بهالصور، بهالسلوغنز، بهالناس الفيك، بهالاشياء اللي ما عم تتحقق واللي بعدها ماشي من ايام وسنين لورا. اوكي. بعدين لما نعرف شو بده يصير فيه، شو بده يقرر يعمله، لازم ننزل بكره تنشوف الفينال تبع هذا الفيديو. ما ينزل الا بنهار الانتخابات، يعني مش بنهار الانتخابات، بفتره الانتخابات، بهالفتره. ايه ما شو اوقات انت بتيجي على المحل الغير مناسب بالوقت الغير مناسب وبتصير اشياء ما بتعرفيها، يعني مش على طول في اشياء بتخططيها، لما انت فجأة بتصير معك الاشياء، سو يو هاف تو تيك ات، يعني ما فيك تخططي على طول للاشياء، وبس لتخططيها بتطلع فيك. فهو نزل وثائبت نازلته وقت الانتخابات. اوكي جاد، كيف بلشت بالبنايه اللي على الرينج؟ يعني شو خطر، شو طق براسك؟ ايه لاحظت انه كانت اول مره كان معي رفيقي اجنبي عم يطلع عم يسالني شو هول، قلت له هول اثارات حرب، وتفاجأت انه نحن بنقطع حدهم كل يوم ما بننتبه لهم، يعني ما كانوا موجودين، تعودنا على هالمنظر، فالحدا اللي مش معود لهم بينقص بس يشوفهم انه شو هول، فحبيت ضوي عليهم لنرجع ننتبه لهم، ومثل ما بيقولوا تنذكر وما تنعاد يعني. بس هيدا شو اللي عم ترسمه؟ يعني انت مش راسم لوحه، انت اخذ اذا بدك الشظيه وعم ضوي عليها وحولها لكاركتر، حولها لشخصيه. قدرت اعمل هالبروجي، اضطريت اول شيء اترك شغلي، كان انفستمنت مني، انا دفعت كل شيء حق الماتيريالز والبينت والتمرين، 3 اشهر تمرين مع رفيقي للرابيل دربني صح، وحتى قدم لي بنايته لاتمرن عليها، يعني انزل على الحبله وصير ارسم عليها. صرت اصحاب مع الجيران يعني؟ لا هي ايه اوكي هي لإله اللي بينفع ما في شيء. المهم بعد 3 اشهر تدريب عملنا البروجي، عملت هيدا البنايه وعملت الهوليداي ان. والهوليداي كمان انت هلا بيقطع صور. طيب ومرحله المواجهه يلي هو طلع معك هيدا الكاركتير وصار بده يروح على الكويت، هيدي وين البنايه؟ بس توضح شغله، سينجل مان هيدا الكاركتير، هيدا اتس ذا اسكيب، وقتها كان مسكر على حاله وعم يهرب ما بده يواجه. وور بيس هي المواجهه، هون عم ضوي على اثارات الحرب، بدل ما نقطع وما نتطلع فيهم لا عم نتطلع فيهم. طيب بفرنسا شو رسمت؟ بفرنسا عم بحكي عن ثالث فاز من الاكسبو اللي رح نشوفها بكره، هي اسمها كونكشن، وعم بحكي عن وقت واحد يعمل كونكشن مع مشاعره الداخليه كرمال يقدر يقطع المشاكل اللي ضوى عليها قبل، يعني يتصالح، يعني اذا بدك مع حاله مع المجتمع. صح. اوكي كان هين ترسم على بنايه بفرنسا؟ كان بدها اذن اكيد هونيك بدها اذن، هون لا. هون اهين شوي، لا هون بدها اذن بس اهين شوي، غضوا النظر يعني، هون بغضوا النظر. اوكي محمد انت اذا بدك تشتغل لحالك مشروع من هالنوع، يعني هلا عملت ربط للشخصيه اللي اختارها جاد، انت شو بتعمل؟ أنا مخرج، بعمل ميديكال دوكيومنتريز، بعمل ميديكال تي في سيز، وبعمل أشياء مش ريليتد أبدا للأرت انستليشن. الفكرة طلعت جاد هو رفيقي وكنا قاعدين عم نحكي، فقال لي ليش ما بتاخذ هالسبيس ونحول منه نعمل شيء، فعشان هيك تجرأنا ورحنا شوي ديفرنت عن الاشياء اللي انا بعملها يوجوالي. اكسبيرينس جديده لك وقت شوي، ذاتس واي اخذت هالتحدي مثل ما بيقولوا وقررت فوت فيها. كمان مثل ما بيقول جاد انه هالكونكشن او هالتواصل، بالفيديو رح نشوف سينجل مان عم بيحاول، او مرقت الصوره سموير، عم بيحاول يعمل فريندز بس بالاخر مع شوفير التاكسي، مع الزلمه مع الكاركتر الختيار، بس بالاخر حتوصل لمحل ما بعرف اذا حيقدر يقتنع انه بهالناس او بهالسراوندينج تبعوله. بدنا نشوف هون سياره تيبيك لبنانيه يعني 100%. اوكي مع انه شغلك بدومين الادويه او الطب بيساعد شوي انه حب الدواء لتهدئه الاعصاب شوي على جامد اكثر كان. هلا هو طبعا الاخراج هو فن بس بهيدا الشق تحديدا جامد ما فيها الروح. ما هو اذا بتشوفيه لهيدا الكاركتر هو بس ليكون عم يمشي بسياره، هو مثل ما عم بتقولي هو جامد كومبليتلي، بس في كونكشن حيصير معه، حياخدك بالتريب تبعولته، لان شو عم تسمعي كفي او وشو عم تسمعي وشو عم بتشوفي صور هي اللي رح تاخدك اكثر من هو بس عم بيحطك على الطريق وعم بيقول لك شوفي انا شو عم بشوف. جاد هيدا اول عمل، اول معرض لإلك؟ لا في كان معارض قبل؟ ايه عرضت قبل بفيلا عوده، عملت سولو اكسبيشن وكمان بكاب كونتمبرري ارت بلاتفورم بالكويت، واشتركت بكذا كولكتيف اكسبيشن مثل بفينيس او بامستردام. اوكي هلا بعتقد محمد اول معرض لإلك؟ لا منه كمان كأول معرض، ايه اول معرض مضبوط فني اكزاكتلي. ايه معقول بعدين ترجع تذكرني بدي اشوف شو رح يكون في فيدباك وبعدين ان شاء الله. اوكي صعب تنقل لوحه على بنايه على الورقه؟ صعب هذا الموضوع؟ لا انا ما عم بنقل العمل ذاته، عم بجي اطلع البنايه وارسمه على ورق، لا الفكره عم حولها لارت وركس، وفي عندك كذا تكنيك كذا مجال اقدر حول فكره لارت وركس. اوكي خلونا نرجع نذكر وين المعرض، اي ساعه؟ المعرض بكره بالانستيتيو فرانسي من 6 لل 9، سبونسرد باي اس جي بي ال ولاتيسيا جاليري. كتر خيرك، هلا قعدنا بالبيت اثنيناتنا، انا مين بيدفع لي معاش بالشهر؟ الجبال. طيب بدي حدا عم بيدعم الفن سافا يعني. بدي اقول شغله، في غير نهار؟ المعرض بيضل لاخر الشهر، بس بكره الاوبننج من 6-3 من 3-3. كثير مهضومين. جاد الخوري ومحمد ماضي، جود لك، اهلا وسهلا فيكم، جزاك الله رأي. ثانك يو. هلا رح نختم الحلقه والختام مع تقرير رياض. بكره اكيد حلقه جديده بتمام الساعه 7:30. باي. يسعى أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد لحسم مستقبله مع الفريق للفترة المقبلة، سواء بالاستمرار أو الرحيل، خاصة مع وجود عروض من عدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة. وكان النجم الفرنسي قد أكد مؤخرا أنه سيحسم قراره مع نهاية شهر أبريل الماضي من أجل توجيه كامل تركيزه صوب المشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا في الصيف. وذكرت صحيفة ماركا أنه مسألة استمرار ذو 27 سنة مع الروخي بلانكوس ما زالت غامضة، حيث انتظرت الإدارة قراره بشأن العرض الذي قدمته لتجديد العقد حتى يوم 30 أبريل، ولكن لم يصدر منه أي رد فعل حتى هلأ. واعترف جريزمان من قبل بأن المفاوضات لا تزال جارية بينه وبين أتلتيكو مدريد في ظل كثرة الأنباء حول رغبته في الرحيل إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد، ولكن لم يتوصلوا إلى حل نهائي بعد. وبخوض الفريق بالعاصمة تحدي قوي هذا الصيف من أجل تحديد عقود نجومه الأساسيين، إذ تعمل الإدارة على تجديد عقد الحارس المتألق هذا الموسم يان أوبلاك. أكد المدير الفني لروما الإيطالي أن مواجهة ليفربول الإنجليزي مختلفة تماما عن اللعب أمام برشلونة الإسباني، وذلك قبل استضافة الريدز في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. دي فرانشيسكو قال خلال مؤتمر صحفي للقاء: سنواجه فريقا مختلفا تماما عن برشلونة، ليفربول يختلف سواء من الناحية التكتيكية أو البدنية، يلعبون بطريقة مباشرة على المرمى، ولكن علينا أن نقوم بشيء مميز ونأمل في أن نحقق ريمونتادا. وأضاف: نحتاج أن نضيق على منافسنا المساحات في الخلف، نحن بحاجة إلى تسجيل 3 أهداف على الأقل، ذلك يسبب مخاطرة كبيرة خاصة في الهجمات المرتدة، لذلك يجب علينا وضع هذا في حسباننا. وتابع: للتنافس مع ليفربول تحتاج إلى رفع أدائك البدني، نحتاج إلى التسجيل في أسرع وقت ممكن لإثارة مشجعين وإعطائهم سببا يدفعنا. نحن نلعب في نصف النهائي بميدان سيكون مليء ب70,000 متفرج، أريد أن أرى الحماس والتشجيع والرغبة في التغلب على الصعوبات والفوز بهذا التحدي. وأضاف: لم نخسر على ملعبنا هذا الموسم أوروبيا إلا أمام أتلتيكو مدريد، منذ هذه المباراة نجحنا في الفوز على جميع المنافسين، أتمنى أن نحقق الفوز غدا أيضا، يجب أن يكون طموحنا هو الوصول إلى كييف وخوض المباراة النهائية، أقنعت فريقي بأننا يمكننا تحقيق ذلك. وأكد دي فرانشيسكو أن النادي يقف جنبا إلى جنب مع جون كوكس مشجع الفريق ليفربول بعد حادثة الاعتداء عليه قبل مباراة الذهاب من قبل بعض مشجعي فريق روما. يبدو أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي قد حددت اسم المدير الفني الذي سيتولى تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل خلفا للفرنسي أرسن فينجر، والذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي. ووفقا لأحدث التقارير الواردة في هذا الشأن، فإن إدارة أرسنال قد عقدت عدة اجتماعات مع الإسباني لويس إنريكي المدرب السابق لبرشلونة. وقال الصحفي ايام ماجاري في تصريحات نقلتها صحيفة اكسبريس: أستطيع أن أقول أنه كانت هناك اجتماعات 3 مع لويس إنريكي وممثليه في الأشهر ال4 الماضية. رغم أن هناك عدد من المرشحين غيره ولم يتخذ أي قرار حتى الآن، إلا أن إدارة الأرسنال منحت اهتمامها الأكبر لإنريكي. وأعلن فينجر قبل أيام رحيله عن أرسنال بعد الموسم الحالي، واضعا حد لمسيرته مع الجانرز التي امتدت إلى 22 سنة. أعلن الاتحاد الدولي للسيارات امبارح 3 موافقة بطولة العالم للفورمولا 1 على إجراءات تغييرات فنية في 2019 لزيادة التنافس وسهولة تجاوز المنافسين خلال السباقات، وسيتضمن ذلك وجود جناح أمامي مبسط بامتداد أطول وتغيير في المكابح الأمامية، بالإضافة إلى وجود جناح خلفي أعرض وأكثر عمقا. والاتحاد الدولي للسيارات أن لجنة الفورمولا 1 والمجموعة الاستراتيجية والمجلس العالمي لرياضة السيارات أقروا التغييرات، وستحد هذه التغييرات من صعوبة اجتياز السائق لمنافسينه، وتأتي بعد انتقادات افتقار العديد من السباقات للقدرة على تجاوز المنافسين وبقاء الترتيب دون تغيير. وأضاف الاتحاد الدولي أن التصويت جرى في اليوم الأخير قبل ضرورة وجود موافقة بالإجماع لأي تغيير في لوائح موسم 2019، وأجى أيضا بعد أبحاث من أغلبية الفرق المشاركة وبدعم من مجموعة ليبرتي ميديا المالكة لحقوق التجارية للمسابقة. وذكر التقارير أن عدة فرق منها فيراري وريد بول رفضت التغييرات المقترحة، ولكن في النهاية اجت نتيجة التصويت بالموافقة.